دلوقتي يا جماعة هنعمل شرح لتغيير الفتيل بتاع الفانوس ده. طبعا هو بيبقى مهم جدا في طلعات الصحراء او الكامب او السفاري لعدة اسباب. ان هو بيبقى بيشتغل بالجاز الابيض، فبيبقى موفر، استهلاكه بيبقى قليل، اضاءته بتبقى حلوة قوي، وبتبقى من الاضاءات الجميلة بالليل. الباكس ده بيبقى فيه 5 فتيلات، فنبدأ نفتح أول واحدة. هنفتح هنا اهو، ده بيبقى الفتيل زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هنفك هنا، نشيل دي أول حاجة. بنطلعها بره خالص الازازه بتاعته، وبنيجي هنا دي بتتفك، بتلف لفه خفيفه كده وبتطلع. طبعا هو هنا ما فيهاش ان هو الفتيل خلص، هنبدأ هنحطها هنا. بس قبل ما نحطها نحط جزء هنا نغطسه في الجاز ده، اسمه جاز ابيض، وفي فرق بين الجاز الابيض والسولار يا جماعه. طبعا بنحط هنا اهو، نبدأ نسحب بالبقرة. بدأت تسحب معانا، نطلع منها جزء كده بس، ونبدأ ننزل تحت سنة، ونبدأ نحطها هنا. طبعا بيبقى فيه مشقبية هنا، بحطها في واحدة هنا، واروح لافف عكس تاني، ركبت خلاص هنا كده، بقيت شغالة معانا خلاص كده، هي سبتت. نرجع دي تاني كده، او نحط اللمبة الاول. كده المفروض احنا جهزناه. خلينا ايه نضرب نولع. ممكن نعلي فوق شوية. اشتغلت اهي. اروح منزل دي كده. وابدأ اوطي بقى. اوطي خالص بس كده. هو طبعا هو فيه هواء عالي جدا زي ما انتوا شايفين، هو مش متأثر بيه.